السلام عليكم. وفي هذا الدرس إن شاء الله بدنا نحكي عن مجالات العمل الحر. أنا شو ممكن أشتغل على العمل الحر؟ هل هو متاح لبس تخصصات الاي تي ولا لكل التخصصات؟ شو هي تخصصات الاي تي اللي أنا بقدر إنه أنا أشتغل فيها؟ طبعا فيها في هذا الشكل إنه التكنولوجيا المعلومات بشكل أساسي يعني هي موجودة على منصات العمل الحر بالأفرع تبعتها كلها، من ناحية تطوير تطبيقات الموبايل وتطوير تطبيقات الويب والتصميم وكل الأمور هاي. تمام، في عندي مجال خدمات الأعمال، في عندي الأمور القانونية وإدخال البيانات، الاستشارات، الدعم الفني كذلك متواجد يعني بكثرة، وهذا الكلام أنا يعني حوريكم إياه كمثال حي. كذلك في عندنا خدمات المالية، الهندسة بفروعها كذلك موجودة، التسويق موجود، المبيعات، الترجمة والكتابة كذلك موجودة بقوة على منصات العمل الحر. طبعا عشان انت تشوف الأمر هذا ببساطة ممكن تدخل على الـ URL اللي هو upwork.com/hire، فعليا بروح بجيب لك كل التخصصات هذه ومقسم لك إياها لأفرع دقيقة، يعني هنا ويب، موبايل، وسوفت وير ديفلوبمنت. يعني مثل ما ذكرت إنه ويب موبايل سوفت وير ديفلوبمنت ثلاث مسارات، الويب والموبايل والسوفت وير ديفلوبمنت، فهنا مقسمة لأفرع، للي بده يشتغل على الديسكتوب سوفت وير ديفلوبمنت شغلات متعلقة بالإي كوميرس وعمل متاجر على الإنترنت، جيم ديفلوبمنت، موبايل ديفلوبمنت، برودكت مانجمنت، فريلانسر، كيو اي تيستينج، كيو اي كواليتي اشورنس. هذه كتير الوظيفة إنه بتعتمد في السوفت وير تيستينج او في الكواليتي اشورنس. هذا كتير مسار رائع في العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات. سكريبت يوتيليتي، ويب ديفلوبمنت، ويب اند موبايل ديزاين فريلانسر، سواء بتعمل ديزاين سواء كان للويب او للموبايل. طبعا هنا جزئية الشبكات تم فصلها في مسار منفصل، الاي تي والنتوركينج، انه انا بدخل في مجال الادمنستريشن للداتابيز وكذلك للنتورك والسيستم، هذول بشكل اساسي انه محطوطين هنا، وبيجي كذلك معاهم السكيورتي. وهنا في عندي مسار كذلك متعلق بالديتا ساينس والاناليتكس، تحليل البيانات وعلوم البيانات بالافرع تبعتها المختلفه، وكذلك انه يعني اشهرها الداتا فيجواليزيشن والماشين ليرنينج فريلانسرز، اوكي، والديتا مايننج فريلانسرز. اوكي، هنا في شغله متعلقه بالديتا اكستراكشن، استخراج البيانات من المصادر تبعتها. هنا هذا المسار المتعلق بالهندسه والعماره، 3D موديلنج، CAD فريلانسر مطلوب، فريلانسرز بيشتغلوا على الاوتوكاد، اركيتكتشر فريلانسر، كيميكال انجينير فريلانسر، سيفل انجينير، فتقريبا الكتريكال انجينير، فتقريبا كل مجالات الهندسه مطلوبه، الانتيريور ديزاين التصميم الداخلي، اوكي، ميكانيكال انجينير حتى الهندسه الميكانيكيه كذلك انه هي موجوده كمجال عمل للفريلانسر، مش بس انه الاي تي. يعني هنا هذول الثلاثه متعلقين بالاي تي، هذه احنا بدينا في الهندسه. هنا ديزاين كرييتيف، رجعنا للاي تي كمان مره، انيميشن فريلانسر، ارت الستريشن، مع انه يعني مش بالضروره انه يكون اللي يشتغل في هذا المجال يكون حامل شهاده اي تي. بعرف كثير ناس عندهم تخصصات مختلفه واحترف في التصميم وصار يشتغل كفريلانسر، يعني بعرف مهندسين بيشتغلوا كفريلانسر في مجال التصميم لانهم هم احترفوا الفوتوشوب واحترفوا الديزاين. يعني فهي كل أفرع التصميم موجودة، فويس تالنت فريلانسر، يعني يشتغل كفويس اوفر، فيديو برودكشن، برزنتيشن فريلانسر، فوتوغرافي فريلانسرز، موشن جرافيكس، لوجو ديزاين وبراندنج فريلانسر، جرافيك ديزاين فريلانسرز، براند ايدنتيتي اند استراتيجي فريلانسرز، اوديو برودكشن، ارت والستريشن وانيميشن فريلانسرز. هذه كل هالشغلات ممكن يشتغل فيها الاي تي، وممكن يشتغل فيها اي حدا من تخصصات تانية اذا احترف الادوات هذه، لانه هي يعني سهل انه اي حدا تاني انه هو يحترفها، ما بتتطلب معرفة تقنية كتير كبيرة. ف
في مجال الاي تي عشان انه يحترفها. مجال الرايتنج هذا مجال كثير مهم، والميزه فيه انه العديد من التخصصات ممكن انه هي تشتغل فيه. يعني ما ممكن انا يعني اشتغل في مجال الكتابه الاكاديميه في مجال الاي تي، حدا ثاني ممكن يشتغل في كتاب في مجال الكتابه الاكاديميه في مجال المحاماة، أو مجال خلينا نقول إنه الترجمة أو الآداب أو أي تخصص من التخصصات الثانية. تمام، ممكن إنه أشتغل على مدونة أكتب فيها مقالات، ممكن إنه أعمل بروف ريدنج تدقيق المقالات، العديد من الشغلات المتعلقة بالمحتوى اللي موجود على الإنترنت من كتابة وتدقيق وكتابة تقنية. بخصوص الترجمة كذلك هذا مجال مفتوح للأشخاص المتخصصين في مجال الترجمة، وكذلك برضو كذلك مفتوح للأشخاص اللي من تخصصات أخرى، يعني اللي بيكون مثلا على سبيل المثال متخصص في الهندسة الميكانيكية، ممكن إن هو يترجم مقالات أو أكاديمية متعلقة بالهندسة الميكانيكية على سبيل المثال. في عنا كذلك مسار على الأبورك اللي هو مسار الليجل، يعني مرتبط بكل الشغلات القانونية سواء كان intellectual property law freelancer IP، يعني شغلات يعني فريلانسر عنده خبرة في قوانين الحقوق الملكية الفكرية، هنا قانون الأسرة، قانون الجرائم إلى آخره من التخصصات هذه اللي ممكن إنه اللي عندهم خبرة في القانون إن هو يشتغلوا في هذا المجال. كذلك في عنا الأدمن سبورت، الأدمنستريشن سبورت هذا يعني شغلة متعلقة بالأعمال الإدارية، يعني ممكن الأشخاص اللي بيشتغلوا في يعني الخريجي كلية التجارة إن هم يشتغلوا في هذا المضمار. داتا انتري فريلانسر، بيرسونال او فيرتشوال اسيستنت فريلانسر، هذه كثير كثير مطلوبه من اكثر الوظائف طلبا، انه انا بدي مثلا فيرتشوال اسيستنت. الفيرتشوال اسيستنت انه على سبيل المثال انه انا يعني كبزنس مان مشغول طوال الوقت ومحتاج حدا انه هو يحجز لي تذاكر سفر، يبحث لي على تذاكر سفر لديستنيشن معينه ويختار لي انه حسب يعني انسب سعر ويرتب لي المواعيد تبعتي ويكتب لي محاضر الاجتماعات تبعتي وكل الامور هذه كلها، فبالتالي انه بيكون موجود معي بشكل فيرتشوال وبينجز لي هذه الاعمال. ترانسكريبت فريلانسر، ويب ريسيرش فريلانسر، هذه كلها شغلات متعلقه بالادمن سبورت ممكن انه اي حدا يشتغلها. كاستمر سيرفيس كذلك ممكن خريجي كليه الاداره او التجاره انهم يشتغلوا فيها. في مجال الدعم الفني للزبائن والتكنيكال سبورت المتعلق بالزبائن. السيلز والماركتنج، التسويق والمبيعات، هذه كذلك ممكن انه اشخاص من تخصصات مختلفه ان هم يشتغلوا عليها اذا اتقنوا موضوع الماركتنج او التسويق الرقمي بالافرع تبعته من ناحيه عرض الاعلانات يعني فريلانسر متخصص في عرض الاعلانات، فريلانسر متخصص انه يعمل ماركتينج باستخدام الايميلز ويعملها اوتوميشن هذه العمليه. تمام، يعني بابليك ريليشن فريلانسرز، فريلانسرز بيشتغلوا في العلاقات العامه. في عندي SEO سيرش انجن اوبتمايزيشن فريلانسر، هدول يعني كذلك انه هذا كعالم في حد ذاته، اذا يعني ممكن اي حدا انه هو يتقنه ويعمل تحسين لويب سايت معين، يعني بحيث انه هو يكون في السيرش انجن يظهر بترتيب متقدم في نتائج البحث الى اخره من الشغلات هذه المتعلقه بالتسويق. اخر مجال عندنا اللي هو المحاسبه والاستشارات، فهنا مطلوب انه فريلانسرز بيشتغلوا في المحاسبه، او انه يعني مجال المحاسبه، مجال الاستشارات، مجال الهيومن ريسورسز، ومجال المانجمنت، هذول كلها شغلات متعلقه بالتجاره. فزي ما شفنا انه مش فقط المجالات المتعلقه بالاي تي موجوده في الفريلانسر، هذا كمثال فقط على منصه الابورك. ممكن انه اي منصه ثانيه انه تكون فيها مجالات مشابهه او تكون فيها مجالات مش موجوده هنا. فانت كفريلانسر وحسب التخصص تبعك انه انت يعني توجد
المنصة المناسبة أكتر شيء إنه أنت تشتغل عليها، لكن طبعا إحنا في هذا الكورس مطلوب منا التعرف على جميع المنصات، تمام؟ ونستعرض مشاريع عليها ونشوف يعني نتعرف عليها عن كثب أكتر يعني. لكن أنت إذا بدك تشتغل يعني يفضل إنه أنت تركز حالك في منصة أو منصتين على الأكثر، إنه بتكون هي مناسبة لحسب التخصص تبعك. وبهيك بنكون احنا خلصنا موضوع المجالات المتعلقة بالعمل الحر. هتلاقوا عندكم في السلايد هاي السلسلة اللي يعني هذه سلسلة القيمة للعمل الحر أو الـ Value Chain of Offline Freelancer، فهاي مش مطلوبة منكم، تمام؟ فهذه السلايد مش مطلوبة منكم، أوكي؟ وهذه السلايد الثانية نفس الشيء، يعني هي نفس الشغلات، أوكي؟ إيه يعني حابب أنوه إنه يعني هتلاقي إنه كتير من الزبائن تبعونك ممكن يكونوا من الشركات الناشئة، حاول إنه أنت ترسخ نفسك مع الشركات الناشئة، لأنه العمل تبعهم يعتبر مكسب كتير كبير، إنه أنت بتكون من ضمن أوائل الناس اللي اشتغلت في الشركة الناشئة هذه، فممكن إنه يكون مسارك يعني مختلف مع هذه الشركة، ويكون في عندك فرص وحظوظ أكتر يعني، لأنه فعليا في كتير من الشركات الناشئة بتطلب فريلانسرز، لأنه بطبيعتها إنه هي ناشئة، فبالتالي إنه بدها يعني فريلانسرز، إنه بتكون أوفر لها أكتر مرونة لإلها إنه هي بتشتغل مع فريلانسر. فهذه نصيحتي في هذا الإطار، وهيك بنكون خلصنا هذا الباب. يعني بالمناسبة عشان احنا نعرف احنا وين موجودين، احنا يعني في الباب الأول مقدمة عن العمل الحر، فتقريبا خلصنا كل هاي المفاهيم، تمام؟ عاد هاي حكينا انه هي مش مطلوبة منكم، تمام؟ بعدها احنا يعني قفزنا بالمناسبة للباب الثالث، وحكينا عن البروفايل، تمام، وخطوات التسجيل في منصات العمل الحر، تم شرحها بفيديو عند الأستاذ عند مدرسي المعمل، تمام، بالإضافة لمعرض الأعمال. هدول الثلاث مواضيع احنا اوريدي خلصناهم، فأنا بدي أحط عليهم صح زي هيك، وإنه أنا بدي اشيل هذه لانه لحسن تفكر انه هي ملغيه، اوكي؟ فهذه انه احنا اوريدي خلصناهم، فبالتالي انه في المحاضره الجايه ان شاء الله بدنا نكمل في الفصل الثاني عشان تعرف ان احنا ايش يعني وين خلصنا في المنهاج تبعنا وين وصلنا، اوكي؟ طيب هيك بنكون خلصت محاضرتنا لليوم، ويعطيكم العافيه.